أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العربي بولعش. شكرا لجريدة الأشواق على الاستضافة، كنشكركم بزاف على هذه الاستضافة هذه، والله العظيم المجهود الجبار كتعمل هذه الجريدة هذه، اللي خطيكم عينا صراحة. العربي بولعش الاهتمام ديالو بزاف في طنجة الكبرى، وكيموت على سباق السيارات، شي حاجة كيموت سباق السيارات كيموت عليها بزاف بزاف، غيرة كبيرة على سباق السيارات، بأن سباق السيارات كاين كيموت على حاجة فيها الريسك بالعربية. كاين الكلوب اللي هو اسمه طونجي كورس اوتوموبيل، كيوفر يعني موفر بزاف الحاجات الحمد لله، وعنده يعني الناس اللي كيبغيوها وكيموتوا على هذه الرياضه هذه، كيموتوا على الكلوب هذا، الكلوب يعني اللي هو اسمه طونجي كورس اوتوموبيل. كاينه في الانستغرام اللي بغى يدخل عندنا مرحبا به، كاينه في لاباج فيسبوك، كاينه لاشين يوتيوب اللي هي طونجي كورس اوتوموبيل. المشكل هو خاي يوسف بان هذه المدينه هذه ما خدتش حقها بالعربيه، هاد المدينه خا يوسف ما خدتش حقها، هاد المدينه حقرينها خا يوسف، يعني حنا بغينا الشباب يدخل، الشباب كيبغي يدخل هاد المدينه هادي بالعربيه خا يوسف، ولكن ما كيبغيوش يساندو، ما كيبغيوش يوريو الحقيقه بالعربيه. الشباب مدينه طنجة ضايع بزاف، كنقول لهم انا علاش يتلعبوا في الشوارع، يدخلوا يلعبوا في, 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 في الكلوب ديالهم. خصك غير تجيب بطاقه وطنيه بصوره وبريمي سلطه ديال التواصل تدخل تلعب مع راسك، وجيب الطوموبيل ديالك، ما عندكش الطوموبيل حنا نساعدوك تلقى الطوموبيل ديالك. حنا خصنا بنادم هي مع من نخدموا، مع من يعني نعاونوا، مع من نضحيوا بالعربيه. الناس كتخاف، كيقول لك حنايا تدخل سباق السيارات غالي، ما كاين سباق السيارات عمره ما كان غالي، سباق السيارات الفقير والغني، سباق السيارات راه ما كاين لا فرانك لا جوج، كل شيء غراتوي بالعربيه. يعني عندك الكاميون كتوزك الطوموبيل ديالك، كاينه اللعب بطل، كاينه الكلوب بطل، كاينه يعني بزاف المدن اللي تدخل الديبلاس معاها، بزاف المدن بطل. يعني انت خصك ما عليك غير الطوموبيل ديالك ولبس الطوموبيل صافي، ما كاينش هذا الشيء هذا. يعني حنا نقدر نساعدوك باش تلقى الطوموبيل ديالك، تلقى الكومبي ولبس ديالك باش تروح فين تشري، كاين حاجه نقيه، الحاجه اللي في مستوى، غتدخل عند كلوب غتدخل عند خوتك. يعني الكلوب طنجي هذه المدينه هذه عندها تاريخ كبير ديال الفورميل 3. يعني اللي بغى يعرف هذه الاسئله هذه يدخل عندي الانستغرام اللي هو كلوب طنجي كوست طوموبيل، يدخل عندي الانستغرام انا نفسر لك كل شيء. علاش هذه المدينه هذه كانت فيها فورميل 3 قديمه، حضر الدار ديال الترين، انا عندي تصور، عندي هذا الشيء ما يثبت، ماشي كنكذب، هذا الشيء ما يثبت اخي يوسف. الشباب ديالنا الناس كيكذبوا، كيعملوا في ستوري تكذبوا عليك، يقول لك خصك طوموبيله ب 150 مليون، خصك طوموبيله، هادشي ما كاينش اخي يوسف، هادشي ما كاينش 150 مليون. الطوموبيله كتبدا من 6 ونص كتكمل حتى 36 مليون. كاين طوموبيله ب 8، كاينه 9، كاينه بزاف طوموبيلات رخاصين الحمد لله. خاص بنادم يكون عنده الرغبه والعزيمه ومرحبا به. ما كاينش حاجه فيها فلوس، هاد المدينه هادي كتحب الناس ديالها، ولكن الناس حاقرينها بالعربيه. هاد المدينه هادي الناس غافلين عليها، حنا بغينا الشباب يدخل يلعب بالعربيه، انا نعاونهم ونساندهم. راه كاين شوف كنناشد الشباب، وفوق هادشي كامل المرأة المغربية اللي كان دائما كنناشد المرأة المغربية تدخل تلعب سباق السيارات. كاين البنات ونساء كيعجبوا هذا الميدان هذا، ولكن ما بقاش ينصحوا مع خاي يوسف بالعربية. أنا كان دائما كنزيد مع المرأة المغربية، أنا تلقيت يعني انتقادات، كيقول لك أن علاش العربي والعش كيزيد مع المرأة المغربية. المرأة المغربية أستاذة، المرأة المغربية المعلمة، رئيسة، بيلوت. علاش واش عباد الله المغرب العالم باسره في المراه المغربيه تلعب سباق السيارات الا حنا في مدينه طنجه؟ اسمح لي شنو يقدم المراه المغربيه؟ المراه المغربيه ماشي يقدم لها بزاف ديال الاكتيفيتي، ماشي يعطيها يعني الكلوب بطل، عندها الكاميونات وزوطون دي بطل، عندها يعني الميكانيكو الانجينيور ميكانيكو اللي بعد نعطي واحد السيد اللي تاخذ عنده الطوموبيل، سيد البطل المغربي بعض المرات كانوا جالوا تحيه اللي هو مصطفى اللباط اللي بطل المغرب عنده مع السيد اللي كنهضر عليه، هو معنا في الكلوب ديالنا السيد هذا، السيد الانجينيور وبطل المغرب بعض المرات، ومع ذلك عنده الطوموبيل يعني يعني كتاخذ مشعل. يعني الطوموبيل اللي كتلعب سباق السيارات مشعل ديال 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 السيركوي. يعني كتناشد المراه المغربيه كنشد المرأة المغربية تدخل تلعب بالروح بالعزيمة. يعني العربي بالعشرة يوقف مع المرأة المغربية، هاي ساندها، يوقف معاها كل بنت وكل مرأة اللي عندها الرغبة من هذا الشيء هذا، هي ووليداتها نعاونوها نعمل معاها، ما كاينش مشكل. أنا في أي وقت عيطوا لي على راسي وعيني.
انا ما عنديش مشكل. المهم تكون المراه المغربيه في مدينه طنجه الكبرى. المراه المغربيه هي طنجه الكبرى. المراه المغربيه هي سباق السياره في طنجه الكبرى. رساله رساله اخيه يعني كنطلب من الشباب والشابات يعاونوا هذه المدينه هذه ويوقفوا معها بكل قوه بكل حراره بالعربيه. يعني يدخلوا سباق السيارات باش ما يلعبوش في الشوارع بالعربي. حنا ما بغيناش نادم يلعب في الشوارع حيتاش يعني المراه المغربيه دائما في سباق السيارات. وحنا حنا نشطوا المراه المغربيه وكان نشطه تدخل تلعب سباق السيارات ومعها العربي بالعش دائما. يعني خا يوسف واش ممكن نخلي النمره ديالي؟ انا اللي تلقاو النمره ديالي في لاباج عند السي يوسف ديال اش وقع 06 71 67 23 67. هذه هي النمره ديالي. اللي بغاني اي حاجه مرحبا و الف مرحبا يدخل عندي الانستغرام ديالي طونجي كوستوموبيل. مرحبا و الف مرحبا. هذه فيها سميه ديال لاباج, فيها سميه لاشين يوتيوب, فيها سميه فيها النمره ديال التليفون ديالي. ومرحبا بالجميع. انا يعني الجميع يفرحوا بزاف يشوفوا هذه لاكتيفيتي هذه. وطبعا نكونوا يعني الشباب يحلوا مشعل. وعندي واحد رساله اخيره اللي هي اسمح لي بزاف اخي يوسف. رساله اخيره هي ان الشباب اذا بين شطرتوا في طنجه الكبرى بين القوه وعزيمه لا هو المراه المغربيه ولا بنت راه يمكن لهم يطلعوا يلعبوا على برا يعني بواحد القوه بواحد الدعم بواحد الاشواق اللي هما يمثلوا المغرب ويمثلوا طنجه الكبرى. ولكن هذا الشيء كامل انا نساعدهم ونوريهم كيفاش يقدروا يلعبوا وكيفاش يقدروا يطلعوا باش يجيبوا الدعم من هنا وباش يطمشوا على برا ان شاء الله يا ربي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.